أنا على الهاتف سيادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، بنرحب بيك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. يعني هتكلم حضرتك عن 30 يونيو، لكن هبدأ من هذه اللحظة اللي ربما بتعكس شوية أيضا ما تحقق بعد 30 يونيو. يمكن شايفين تحركات إقليمية كثيرة جدا، نهاية جولة خليجية للسيد الرئيس، قبلها كانت مجموعة من الزيارات المهمة للقاهرة كلها بتهدف للتنسيق والتشاور قبل قمة أيضا كبيرة ستشارك فيها مصر في الخليج في طبعا منتصف الشهر القادم بحضور الرئيس الأمريكي. إذا كل أوراق اللعبة وكل الخيوط دائما تجد مصر فيها. شايف إزاي هذه التحركات الإقليمية ودور مصر حاليا؟ يعني حضرتك اسمح لي بداية يعني إن أنا أهني سيادتك و الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، ومصر دايما في ازدهار وتقدم وأمان تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. لا، سيادتك أشرت إلى الدور المؤثر والمحوري والجوهري لمصر في المنطقة وفي الإقليم، في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استضاف في 20 يونيو القمة الثلاثية مع جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين وجلالة الملك عبد الله الثاني، وفي أعقاب هذه الزيارة جاءت زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان، ثم زيارة الأمير تميم الشيخ تميم رئيس أمير دولة قطر، وبعد كده زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسلطنة عمان، وأخيرا زيارة سيادته اللي انتهت اليوم لمملكة البحرين. خليني حضرتك أقول أن هذه الزيارات ولقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأتي في إطار جهود سيادته المستمرة من أجل حل الصراعات والنزاعات في المنطقة، وحرص سيادته المستمر على تدعيم وتعزيز التضامن العربي من أجل استقرار العالم العربي في المنطقة، وده انطلاقا من سياسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيد سيادته على أن الأمن القومي العربي جزء من الأمن القومي المصري. خليني حضرتك أشير إلى يعني السياسة الخارجية المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات الثمانية الماضية والإنجازات اللي تحققت خلال هذه الفترة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل تنصيب سيادته في 8 يونيو 2014 وضع سيادته محددات وأسس السياسة الخارجية المصرية. السيد الرئيس حدد هذه المحددات في 1 الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. النقطة الثانية العمل على تحقيق وتعظيم وحماية مصالح مصر والدفاع عنها من خلال إدارة علاقات مصر الدولية في إطار من الشراكة. الأساس الثالث العمل على إقامة علاقات متوازنة وقوية مع القوى الكبرى في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها، دون الوقوع في فخ الانحياز الأعمى أو أحادية العلاقات كما كان يحدث في الفترة الماضية قبل 30 يونيو 2013. وتوثقت علاقات مصر مع كافة هذه الدول في كافة المجالات. خليني حضرتك أقول أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أدخل مبدأ جديد في السياسة الخارجية المصرية اللي احنا بنطلق عليه دبلوماسية التنمية، يعني الاهتمام بالبعد الاقتصادي في سياسة مصر الخارجية في إطار ما يسمى بدبلوماسية التنمية من أجل تعظيم مصالح مصر الاقتصادية، وده احنا شايفينه ولمسنا النتائج بتاعته خلال الثمان سنوات الماضية من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في مختلف قطاعات التنمية والمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، ونجحت مصر بامتياز في دعم علاقتها مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمة هذه المؤسسات بالطبع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية والبنك الأوروبي للتعمير، بما يحقق مصالح مصر الاقتصادية. خليني حضرتك بقى يعني أشير إلى أن
مصر أسفرت جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الثمانية الماضية في تدعيم علاقات مصر الإقليمية والدولية ووصول هذه العلاقات إلى المستوى المتميز والمأمول والقائم على التوازن والندية والاحترام المتبادل، وده كله ساهم في تحقيق أهداف الأمن القومي المصري ودعم مصالح وقدرات مصر العسكرية والاقتصادية. أولا في مقدمة هذه الإنجازات، أولا عودة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2014 وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية ورئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي. وهنا حضرتك خليني أشير إلى نقطة في منتهى الأهمية، أنه خلال رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاتحاد الإفريقي دخلت اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ. نقطة تانية حضرتك لابد من الإشارة إليها، أولا أن تم زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي من 91 مليار دولار إلى 205 مليار دولار. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس قمة الكوميسا في مصر في نوفمبر 2021. السيد الرئيس نجح بامتياز في إحداث صفرة متميزة للغاية في علاقات مصر العربية وخاصة مع الدول الخليجية، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عمان. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع ونجح بامتياز، يعني لابد أن نشير إلى هذه النقطة، إلى أنه يحسب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه أول رئيس لمصر ينجح بامتياز من خلال جهود واتصالات سيادته المستمرة مع زعماء وقادة الدول الكبرى في تنويع مصادر السلاح للقوات المصرية وزيادة قدرتها وإمكانياتها العسكرية. حتى أصبحت مصر النهاردة كلنا شايفين أنها بتتطور من أمريكا ومن فرنسا ومن كوريا ومن القوى العسكرية الكبرى تسليحا وتدريبا وتأهيلا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان صاحب مبادرة إنشاء آلية التعاون الثلاثي مع كل من اليونان وقبرص، واستضافت مصر في نوفمبر 2014 القمة الثلاثية اليونانية المصرية القبرصية. وارتباطا بذلك أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان صاحب مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط الذي تحول بعد ذلك إلى منظمة غاز شرق المتوسط خلال القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية في كريت في 2018. والنقطة دي الحقيقة انعكست إيجابا حتى على علاقتنا مع الجانب الأوروبي، يعني الواحد لما بيبص من 9 سنين ويشوف كانت برضو كانت في مرحلة من عدم الفهم وعدم الاستقرار، الآن لما نشوف علاقتنا المستقرة أيضا مع أوروبا وجايين ياخدوا منا غاز أهو، يعني أصبحنا كمان بديل أو توجه نحو القاهرة لكمان علاج بعض الأزمات العالمية اللي أثرت على أوروبا زي أزمة الغاز وإمدادنا اليوم، فده أيضا يحسب لعلاقاتنا الخارجية. طبعا يا أولا يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو كان صاحب المبادرة الخاصة بإنشاء غاز منتدى شرق المتوسط، وهذا المنتدى يهدف بالمقام الأول إلى تدعيم علاقات التعاون بين الدول في مجال إنتاج واستهلاك الغاز، وفي مقدمة أهدافه أولا تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة، علما بأن مصر أولا يعني بيتوفر لديها البنية التحتية أو البنية الأساسية الخاصة بتسييل الغاز الطبيعي في إسكو وفي دمياط. وإحنا شفنا خلال يونيو الجاري زيارة رئيس المفوضية الأوروبية وزيارة رئيس المجلس الأوروبي لمصر وتأكيد زعماء وقادة الدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي على أهمية ودور مصر ودور منتدى غاز شرق المتوسط في تأمين احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي. لكن ارتباطا بذلك أيضا من ضمن الإنجازات التي تحققت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولا تنفيذ أو الدخول في اتفاقية المشاركة مع المملكة المتحدة مع بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020. النقطة المهمة الأخرى من ضمن الإنجازات التي تحققت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020.
هناك انجازات كثيره للسياسه الخارجيه للسيد الرئيس، ولابد هنا من الاشاره الى ان طب انا اسال حضرتك سؤال قبل ما نروح لفاصل وارجو اجابه سريعه. يعني لما بنبص ل 30 يونيو ونشوف ان هي اعاده رسم كمان خلينا نقول المشروع العربي بشكل اخر وبسياق اخر بعيدا عن تيارات الاسلام السياسي الظلاميه اللي كانت ايضا على وشك السيطره على المنطقه كلها، كيف تنظر الى النقطه دي وتاثيرها الان بعد مرور 9 سنوات على المشهد الاقليمي؟ يعني اولا يعني 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 يحسب لثوره 30 يونيو المجيده في 30 يونيو يعني انها الثورة الشعبية العظيمة للشعب المصري ضد قوى الظلام وضد قوى الإرهاب، وإن ثورة 30 يونيو نجحت بامتياز في تخليص المنطقة العربية من العصابة الإرهابية والقوى الظلامية لهذه العصابات وهذه المجموعات الإرهابية المتطرفة. يعني يحسب لمصر أن أنها كانت لها الباع الأكبر في إنقاذ المنطقة العربية من الجماعات الإرهابية الإخوانية في المنطقة العربية. وهنا حضرتك خليني أقول يعني أن سياسة مصر الخارجية في أعقاب 30 يونيو أعادت لمصر دورها المحوري والمؤثر والقوي في المنطقة على المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وده انعكس في الانجازات التي تحققت خلال الفتره الماضيه. وهنا لابد من الاشاره الى عضويه مصر في مجلس الامن عام 2016.